ماذا قال أحد أفراد البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بعد أول اشتباك مع البحرية اليمنية؟ لخص جندي أمريكي من أفراد البحرية الأمريكية المتمركزين في البحر الأحمر وخليج عدن عن ما دار في ذهني وعقل الأفراد على ظهر المدمرات الأمريكية قائلا: نحن نعيش في قلق بشأن احتمال وقوع هجوم كبير على سفننا الحربية التابعة لأسطول حاملات الطائرات لدينا في البحر الأحمر وخليج عدن. قررنا سحب حاملة الطائرات فورد سي في ان 78 جيرالد بشكل كامل من المنطقة لتجنب الأسوأ. تم سحب العديد من السفن من البحر الأحمر. ستغادر المدمرة فورد المنطقة قريبا. فشل صاروخان من المدمرة من طراز بارك أريلف في إيقاف 2 من صواريخ الحوثيين 3، مما أدى إلى زيادة الذعر بشأن ما سيحدث إذا استهدفت الصواريخ المدمرات. يمتلك الحوثيون أنظمة صاروخية حديثة مضادة للسفن. لأول مرة في تاريخ الحروب ضربوا سفينة بصاروخ باليستي مضاد للسفن. المصدر: صفحة الكاتب الروسي ألكسندر نازاروف على التليجرام.